أهلا بكم. علق الاحتلال الإسرائيلي أول لافتة للسفارة الأمريكية في شوارع مدينة القدس الفلسطينية. يأتي هذا قبل أسبوع من نقل السفارة إلى المدينة المحتلة والمقرر في 14 من مايو أيار الجاري، وبعد حوالي 5 شهور من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. من جانبه قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان: هذه الخطوة ليست غير قانونية فحسب، بل ستفشل أيضا تحقيق سلام عادل ودائم بين دولتين مستقلتين ديمقراطيتين على حدود عام 67 وتعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. عبر الهاتف من القدس معي السيد جمال عمر الأكاديمي الفلسطيني. سيد جمال عمر، يعني بدأت خطوات من أجل نقل السفارة الأمريكية، لافتات بالعربية وبالعبرية وبالإنجليزية تتحدث عن أنه هذا المكان هو مكان السفارة الإسرائيلية في القنصلية السفارة الأمريكية في القنصلية الأمريكية جنوب القدس. يعني كيف ترى هذا الحدث؟ نعم، لقد تابعنا هذا الحدث مباشرة في الميدان ورأينا ما يسمى يعني مدير بريخات، ما يسمى رئيس بلدية الاحتلال، وهو يعلق اللافتة بنفسه، وبالمناسبة تم تعليق أكثر من لافتة في أرجاء المدينة، وهو تحدي سافر تماما. هو جريمة يعني لا تغتفر، وأنتم تعلمون أن هذه السفارة تنتقل من أرض فلسطينية على شاطئ البحر المتوسط إلى أرض فلسطينية أكثر قداسة وهي القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، وبالتالي هذا التحدي السافر هو ليس لأبناء فلسطين فحسب، بل للأمة العربية والإسلامية. والقاصي والداني أخي الكريم يقول لولا أن هناك يعني ضوء أخضر سري أو علني، ونحن شاهدنا طبعا إطلاق الدراجات فيها، يعني هذا الضوء الأخضر أخذه دونالد ترامب واطمأن إلى أن قرار جامعة الدول العربية هو حبر على ورق لن يطبق. القرار يقول سيد جمال عمر، يعني عذر على المقاطعة، ذكرت جامعة الدول العربية، ومن هنا في رأيك ما الذي يجب أن تفعله جامعة الدول العربية، دولة المقر، الدول الكبرى في يعني في حال إصرار الإدارة الأمريكية على نقل سفارتها إلى القدس بناء على هذه الإجراءات التي تمت؟ نعم أخي الكريم، بمنتهى الصراحة والوضوح أقول لك أن الأمل ليس كبيرا على الإطلاق في جامعة الدول العربية التي رأت هذه الكارثة تحل بفلسطين منذ 70 عاما، وهي تمني الشعب الفلسطيني بحق العودة، وها هو الآن يعيش في مخيمات وينزح منذ 70 عاما في نكبة متكررة ومتجددة. وأقول لك آن الأوان لأن يعني يسقط إما القناع كاملا عن جامعة الدول العربية وبالتالي لا داعي لوجودها أصلا فوق الأرض، أو أنها الآن تحترم نفسها وتحترم قرارها التاريخي الذي يؤكد على ان الاعضاء يقطعون علاقتهم بواشنطن وبنيويورك، وبالتالي ينهون العلاقه مع امريكا ان كان فيهم بقيه من حياه او حياه. وبالتالي هذا السؤال الان مركزي، كل دوله عربيه تقطع علاقتها مع واشنطن هي عميله، وعميله للاحتلال الصهيوني قبل ان تكون عميله للاحتلال الامريكي المتجدد. يعني سيد جمال عمر، سيد جمال عمرو، يعني أيضا الحديث عن السلطة الفلسطينية، يعني والحديث عن الموقف الفلسطيني من خلال السلطة ومن خلال الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في رام الله في غزة، ما الذي يمكن أن يقوم به الشعب الفلسطيني؟ أولا ما تفضلت به وسألت عن السلطة الفلسطينية، هي في حال في الشفقة، هي محزنة، هي في وضع مزري تماما، وليس بوسعها الحقيقة الوقوف في وجه أمريكا، وخاصة أنها قيدت نفسها بكارثة أوسلو التي جعلت الأمور مفتوحة بهذا الشكل للقاصي والداني لأن يلعب ويبيع القدس كما بيع يوسف عليه السلام بثمن البخ. لكن السؤال عن الشعب أو الشعوب ومن ضمن الشعب الفلسطيني، هذا سؤال جوهري، وهو يأتي الجواب مبكرا وفي ضربة استباقية، أن الشعب الفلسطيني الذي أريد له أن يندفع في صفقة القرن إلى سيناء وإلى الدول العربية وأن يحصل هناك كارثة ومناكفات داخلية بين العرب والفلسطينيين، هذا الشعب صحح البوصلة ورفض هذه الصفعة
وعاد ليوجه مسيرته مسيرة العودة الكبرى إلى القدس وإلى كامل فلسطين، وليس تسولا على 20% من القدس وفلسطين، وبالتالي صحح المسيرة وهو يرسلها في الآفاق للدول العربية، يرسلها للشعوب العربية. الشعب الفلسطيني يرسل رسالة للمسلمين في العالم وللمسيحيين في العالم، يقول لهم لا بديل عن فلسطين إلا فلسطين، ونحن عائدون. والآن تتعاظم مسيرتنا وعودتنا مؤكدة وحتمية، ووعد الله معنا، وأنتم خلي وعد من فوق، خلي وعد دونالد ترامب ينفعكم. شكرا جزيلا. كان بإمكانكم أن تعيشوا مع العرب والمسلمين بأمن وسلام، لكنكم رفضتم وعليكم وحدكم تحمل المسؤولية. سيد جمال عمر الأكاديمي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك. أحالت نيابة أمن الدولة العليا 319 شخصا من بينهم دكتور طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية إلى القضاء العسكري المصري لاتهامهم بالتخطيط وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة في مصر. وفق ما ذكرته صحف مصرية، وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين في القضية على قوائم الإرهابيين، وقررت المحكمة تطبيق العقوبات المترتبة على إدراج المتهمين لمدة 3 سنوات، وهي التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر ووضع أسماء المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول. انضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية. دكتور أرحب بك دكتور طارق. ويعني قضية عسكرية، في بداية القضية يقال أن هذه القضية خاصة بما يسمى أعضاء تنظيم ولاية سيناء، لكن اسم الدكتور طارق الزمر موجود في هذه القضية، والتهمة هي التمويل المالي لهذه الجماعة أو هذا التنظيم، تنظيم ولاية سيناء. كيف يعني قابلت هذا الاتهام دكتور طارق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أستاذ مصطفى، مشاهدين الأعزاء. والحقيقة أنني قابلته بالضحك، لأن النكات التي تطلق من السلطة المصرية منذ 3/7 حتى اليوم كثيرة، وكلها تثير الضحك للأسف، وجعلت مصر كلها أو الدولة المصرية محل سخرية الجميع. لا نلتقي بأحد في أي مكان من العالم إلا ويقول أن مصر الآن أصبحت مصدر للنكت جراء النظام السياسي الذي يحكمها اليوم. الحقيقة أنني أفسر فكرة اتهامي بالإرهاب وتوزيع تهمة الإرهاب بشكل عام على كل المعارضين في مصر، أنها تأتي أولا من خلال سبب عام، وهو أن النظام يرى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب هي السبب الرئيسي في بقائه في الحكم والمبرر الوحيد لكي يشرعن هذا الحكم، سواء بالعلاقات الخارجية أو بالتحالفات الداخلية. فمكافحة الإرهاب هي فلسفة كاملة للاستبداد يشرعن بها وجوده ويبقى في الحكم. الأمر الثاني أن هناك تصور واضح منذ 3/7 حتى الآن باستخدام تهمة الإرهاب في التضييق على المعارضين في الخارج، أو في ملاحقة المعارضين في التضييق عليهم في الداخل، أو ملاحقتهم في الخارج، وأيضا تشويه سمعتهم وعرقلة نضالهم السلمي، رغم أن النظام مني بهزائم كبرى في الخارج في هذا المجال. فالإنتربول الدولي مثلا يعني يقابل الملاحقات والقوائم بشكل كبير من الاستخفاف. وهذه دكتور طارق يعني هذه نقطة مهمة، يعني تدعني أسأل سؤال في هذا الموضوع، وهو أنه إذا كان تنظيم ولاية سيناء أو ما يسمى تنظيم ولاية سيناء هو تنظيم ينتاج العنف وربما التكفير، يعني أنتم في الجماعة الإسلامية كان هناك مراجعات، وأنت تحديدا يعني الآن تتحدث وتنكر العنف بأي صورة كما تحدثت في مقالتك وكثير، فلماذا في رأيك تم الربط بينك وبين هذا التنظيم والقضية تكون عسكرية؟ أولا هذه الاتهامات جزافية تطبخ في داخل مقار أمن الدولة وسراديب ومغارات الأجهزة الأمنية، ولا تسأل هذه الأجهزة عن أي دليل. لن يقدموا أي دليل ولن يقدموا دليل، لأنهم لن يقدموا أي دليل مثلا على إرهاب الشيخ الطرزاوي وعلى إرهاب القيادات الكبرى في مصر وعلى ضم المهندس الرئيسي الماضي في الكيانات الإرهابية وعلى اعتبار محمد أبو تريكة إرهابي. لم يقدموا دليلا مقنعا لأي أحد في العالم حتى الآن على أن هؤلاء إرهابيين، بل لم يقدموا أي دليل على أن المئات والآلاف التي في السجون الآن
هي كيانات ارهابيه او انها تنتمي الى الارهاب بشكل او باخر. اما ان علاقتنا احنا بتنظيم داعش تحديدا، فنحن اكثر من اعلن مواجهته ورفضه واستنكاره لهذا التنظيم ولافكاره ولممارساته، سواء كانت الخاصه بالمدنيين او بقتل العسكريين. وحزب البناء والتنميه تحديدا يكاد يكون هو الحزب الوحيد الذي خصص حمله عامه جاب بها معظم محافظات مصر ينبه الشباب بخطوره هذا الاتجاه ويحذرهم من الانخراط في هذه الممارسات وفي هذه الافكار. انا نبهت منذ انطلاق تنظيم داعش الى خطوره هذا التنظيم، ويمكن لي حلقات كثيره وحلقات خاصه على شاشتكم الكريمه اتحدث فيها بشكل مستفيض عن تفنيد اخطاء واخطار هذا الفكر وجرائمه وجناياته بحق الاسلام وبحق المدنيين وبحق المصريين بشكل عام. الحقيقه انني اعلنت ايضا مرارا ان هذا التنظيم لا يحسب باي شكل من اشكال على التيار الاسلامي، ولا يحسب على الحركه الاسلاميه، وليس امتدادا لها، وان هناك حرص على هذا الامر لشيطنه التيار الاسلامي. لكن يجب ان نعلم ان الغرض مرض كما يقول المصريون، هناك غرض لشيطنه التيار الاسلامي بربط الدواعش بهذا التيار بشكل من الاشكال، وربطه ايضا بالحركه السياسيه وبالنضال السلمي حتى يتم اعتبار كل المعارضين ارهابيين. انا ليس لي تفسير في الحقيقه لاتهامي انا شخصيا بهذا الاتهام، سوى انني تحدثت مع فتاح السيسي شخصيا عام 2012 حينما كان للحزب البناء والتنميه تصور بالتعامل مع الاضطرابات او العنف الذي وجد في سيناء في شهر 8 2012، وعرضنا مبادرتنا على السيد الرئيس المنتخب، فحالنا الى وزير الدفاع، قال وزير الدفاع هو المختص بهذا الملف. فكان هناك حوار بيني وبين فتح السيسي في هذه المساله، اظنه هو السبب في ادراجي الان في هذه القضيه. قلت له ان المسؤول عن العنف في سيناء الان وعن العنف لاحقا هي جهات سته، تبدا من ضباط امن الدوله الذين يعذبون الشباب الان داخل سيناء، ثم يطلقونه ويقولون لهم خلي مرسي ينفعكم. رجال الحزب الوطني الذين هم مشايخ قبائل في سيناء الذين يحرضون الشباب على الدوله في تلك الاونه، الخارجين على القانون والمدانون في قضايا جنائيه الموجودين في سيناء، ساعتها كانوا في جبل الحلال، كانوا محتلين جبل الحلال، وكان واضح اي حد ممكن يستخدمهم في اي عمليات في سيناء. قلت له ان رجال دحلان موجودين في سيناء من عام 2006 وحتى هذه اللحظه وهم يمارسون شكل من اشكال الاختراق في سيناء وينفذون عمليات داخل سيناء. الموساد الاسرائيلي موجود في سيناء بقوه وله دور واضح في هذه المرحله. العنصر الاخير هو بعض الشباب المتدين الذي ينتمي الى الفكر الوهابي الذي اتى اليه عبر كتب من المصدره من السعوديه. وهذا الشباب ضعيف الفكر، قليل الحيله في السياسه، ثقافته ضئيله للغايه، غالبه لا يجيد القراءه دكتور طارق وبالعوده وبالعودة إلى يعني في أقل من دقيقة إلى الوضع الحالي في سيناء، كيف ترى ما يحدث في سيناء من الدولة وأيضا من هذه الجماعات؟ طبعا ما يجري في سيناء الآن ليس محاربة للإرهاب، هو توطين للإرهاب في مصر وزرعه بكل قوة، واستخدام هذه المظلة لما يجري في المنطقة بشكل عام. سيناء النهاردة لم تعد مجرد مصدر لتهديد الامن القومي المصري ولا سبب لعدم الاستقرار في مصر، سيناء الان هي البوابه الرئيسيه لصفقه القرض التي يجري التخطيط من خلالها لاعاده ترتيب اوضاع المنطقه بكاملها. لهذا يا اخي انا لا افسر اتهام الكثير من المعارضين الان بالارهاب سوى انهم يصرون على النضال السلمي، والنظام يفهم تماما قيمه النضال السلمي في هذه المرحله. النضال السلمي هو الذي سيؤسس لعملية اصطفاف وطني واسعة، وهو ما أدعو إليه بالليل والنهار وسأظل أدعو إليه لا أقل ولا أقل، لأن تغيير الأوضاع في مصر وإصلاح الخريطة السياسية المصرية لن يكون إلا من خلال الاصطفاف الوطني الذي يبشر بدولة مدنية ديمقراطية تغير هذه الأوضاع. شكرا جزيلا دكتور طارق الزمر. دولة تليق بمصر وبمستقبلها. نعم شكرا جزيلا دكتور طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، شكرا لك. مشاهدينا الكرام في استاد مباشر وبعد فاصل قصير تتابعون.